من الأمواج ما هاب غدر هيوم انهاج وما هاج غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبة حصدوا لنا دانات تتلى لكنها سراج وانجيتهم في البار شجعان فرسان لعبيا ولطويسة وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان أهل البحر أهل البحر فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحر أهل البحر فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يتعطر الأحزان يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحزان يا سار يا محلاك تزيني في العالي تزيني في العالي فرقين وسمها الخير ما غيرها نوالي شموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي حي الرفاع العزيزة وحي أهاليها تاريخها بالفخر متوثق الأركان آل الخليفة بنوها وعمروا فيها لين ارتقى مجدها وازهر بها العمران
زرعوا الأمل والوفا بتراب أراضيها، وصارت رفاع المعالي للوفا عنوان. حاضر جميل امتدادة عز ماضيها، وقلاع وايل شموخ الأرض والإنسان. ومن قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح قلعة الشموخ، واللي تعتبر جزء هام وأساسي من تاريخ مملكة البحرين المكتوب بماء الذهب، نلتقي فيكم مشاهدينا. وتعد قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح من القلاع التاريخية الهامة في مملكة البحرين، تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وبتكون لنا وقفات في الأيام القادمة مع هذه القلعة الشامخة. هني ومن الرفاع كان للمجد قصة وللتاريخ أثر هام، سطرة حكامنا الكرام آل خليفة الله يحفظهم منذ القدم. هني تعطرت السير بالمفاخر وتوجت الأحداث بالنور. هني نلتقي فيكم بطيب المحبة وروعة التاريخ، هني يطيب اللقاء نتعمق أكثر في موروثنا الزاخر. هنا الرفاع، هنا الرفاع يا نيلة، وأخيرا صرنا في الرفاع اليوم وتغير المكان. الحين مشاهدينا نروح حق أم هلال في العريش نشوف شنو طبختنا وغبقتنا لليلة، وراجعين لكم من هنا الرفاع. مسيكم بالخير. هلا مرحبا، شلونكم؟ طيبين، عساكم طيبين. طيبين طوب حولك. لا وين بقيه البنيات الربيع؟ والله ما اقدر اقول لك، الربيع كانوا بيون بس انا قلت لهم لا تيون لان اليوم طبختني ثقيله، يبي لها ريويل. اي يبي لها ريويل. شهيه هي حوشي. الصلاه على النبي محمد. على النبي محمد صح، يبي لها ريويل. يبي لها ريويل اكل. شوف البنيات يقصصون الكبده حق الحوشي. الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، شلونكم؟ عساكم طيبين. احنا اليوم مع ربيعنا مال كل يوم في العريش، الله يعطيهم الصحة والعافية. اللهم آمين. لكن اليوم احنا طبختنا غير، قولوا لي ليش؟ لأن مكاننا وموقعنا غير، رفيع الشان. كالعادة نيلة ما شاء الله عليهم، أم هلال العزيزة موجودة مع نسوان الفريج، والطباخ شغال اليوم على غبقتنا الليلة. إن شاء الله بعد بتكون غبقة مميزة بإذن الله. شفنا الحوشي اليوم، شفنا شيء جديد، يعني افترينا على البحري وافترينا على الصافي وافترينا على الموش أمس، اليوم لا غير إن شاء الله بإذن الله. طبعا مشاهدينا ضروري نرجع نشرح لكم طريقة المسابقة وطريقة الديرة. أكيد المسابقة كالعادة بيتم اختيار أرقامكم، بيتصلون فيكم، بتدخلون معنا في المسابقة، بيكون عندكم ثلاثة أسئلة، كل سؤال بمبلغ مادي أكيد مقدم من شركة بتلكو للاتصالات. السؤال الأول بيكون عندكم 30 ثانية وقيمة الجائزة بتكون 100 دينار بحريني. السؤال الثاني ب 30 ثانية أيضا وبتكون الجائزة 300 دينار بحريني. أما السؤال الثالث والأخير وكالعادة دائما نقول في احتمال كبير أنه ما تكون في مساعدات، بتكون قيمة الجائزة 500 دينار بحريني. في حال ما جاوبتوا على السؤال للأسف بترجعون للمئة دينار، ولكن كالعادة ومثل ما أقول لكم مشاهدينا بإذن الله ما في أحد خسران معنا. إن شاء الله بإذن الله ما في أحد خسران. ومشاهدينا نرجع نذكركم أن كل متصل عنده فرصة الديرة. الديرة هذه طبعا هي نفسها البوصلة اللي كانوا يستدلون فيها أيام الغوص النواخذة، طبعا فيها 32 اتجاه مثل ما قلنا من قبل، خذنا منها أربعة اتجاهات أساسية، الياهل اللي هي الشمال، قطب هي الجنوب، مطلع هي الشرق،
الشرق ومغيب هي الغرب. ولا تنسون مشاهدينا كل واحد يتصل علينا يقول يا رب السارية، أهم شيء إذا طلعت لكم السارية 500 دينار من غير أي سؤال. طبعا مشاهدينا للمشاركة في مسابقتنا يتطلب منكم الدخول للموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، تسجلون في بياناتكم الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون من المشاركين ويانا وبنتصل فيكم بإذن الله. طبعا ومشاهدينا الحين صار وقت السحب على أول سيارة معانا اليوم في برنامج السارية، واللي هي طبعا مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. راجعين لكم. ناخذ أول اتصال. ناخذ أول اتصال على طول. ناخذ أول اتصال ولا نشوف؟ لا بنشوف طبعا الحين ايش بيصير باختيار، بيتم الاختيار على مين. خلينا نشوف في الرقم، وصل الرقم معانا، بنشوف هل بيكون ان شاء الله من الفائزين معانا اليوم ولا لا. الو لحين. الو مرحبا. لا لحين يطلع الرقم لحين اول، يطلع الرقم. يا انا ما لاحظ صدقين. لا يطلع لا الرقم شوي اول، انا متوتر اكثر من اللي بيفوز. واضح من امس الارقام ما شاء الله، يعني انا سمعت ان في وايد وايد مشتركين معانا اليوم ما شاء الله، بس ان شاء الله يقدرون يجاوبونا من قائل الابيات. احنا يوميا صحيح. كنا نعيد الابيات من سعيد الحظ. طبعا كل اسبوع بيكون في سؤال وكل اسبوع بيكون معانا فايز، بس مين سعيد الحظ اللي بيكون معانا اليوم وبياخذ اول سياره المقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي. احنا طبعا نفسكم مشاهدين على الهواء قاعد نشوف السحب على الرقم، القرعه لوين بتوصل وبتوقف على مين سعيد الحظ. مين اليوم؟ اليوم اول يوم، يعني انا والله يحظ متوترة. اليوم اول شخص. انا متوتره اكثر من الناس اللي مشاركه. ثبت اتوقع. ثبت على الرقم. يلا نشوف الرقم معاكم، نتصل لهم. طبعا الحين بيقومون بالاتصال في الرقم اللي موجود معنا على الشاشه نيله. طبعا وباذن الله باذن الله اللي بيتصلون عليه يكون عارف الاجابه ان شاء الله ويفوز معنا باول سياره مثل ما قلنا المقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي. يا رب يا رب، يا يعني رب السؤال إن شاء الله. كان موجود لمده اسبوع كامل. أي. وكل اللي كنا نحتاج ان نعرف مين صاحب الابيات الشعريه. صحيح، ان شاء الله يعرفون، نتصل لهم. وطبعا اكيد ان شاء الله إذا ما عرف الجواب راح نسحب مرة أخرى ونشوف من سعيد الحظ اللي إن شاء الله بيفوز بالسيارة اليوم. والله أنا أتمنى ليلى الصراحة من أول اتصال يكون معنا الفائز ويعرف يجاوب على السؤال إن شاء الله. ونبارك له على طول من البداية إن شاء الله يا رب. طبعا حسن إحنا اليوم غيرنا المكان. أكيد طبعا. ما زلنا موجودين في القرية التراثية، بس اليوم ينا رفاع العز في القرية العز التراثية، العز والأجواء المختلفة الثانية. وما شاء الله بإذن الله نوعد مشاهدينا إن شاء الله كل أسبوع نكون في مكان إن شاء جميل الله. يترجم جمالية هذه القرية التراثية طبعا، وأكيد يعني جمالية مملكة البحرين، لأن طبعاً فعلا كل جزء من القرية يمثل منطقة من مناطق البحرين، ويعني كل منطقة تذهب جمالياتها. فإحنا اليوم موجودين في الرفاع، ويعني أكيد نوجه الشكر الجزيل إلى سعادة وزير شؤون الإعلام السيد علي بن محمد الرميحي. محمد إيه نعم، على قيامه على هذه القرية الجميلة اللي إحنا موجودين فيها. طبعا يعني قبل كم يوم سوانا زيارة كريمة منه وحضر المكان، وكنا سعيدين أيضا بوجوده. طبعا للأسف نيلة الرقم مغلق، أنا وايد أزعل من هالموضوع، بس بإذن الله بنسحب على رقم جديد بنشوفه معاكم على الشاشة إن شاء الله. بإذن الله صاحب الرقم يكون واعي ويم التليفون ويكون حاضر، لأنه حرام تروح عليه الجائزة، ويا رب إن شاء الله يكون عارف الجواب إن شاء الله يا رب. يعني أكيد أكيد نزعل على اللي مثلا تلفوناتهم مقفولة أو يعني مثلا ما يردون على التليفون. أكيد فيعني ودنا أن فعلا الأرقام اللي شاركتوا فيها يكونون هم أرقامكم اللي تستخدمونهم. ثبتنا الرقم؟ ثبتنا الرقم يا نيلة. يا رب إن شاء الله يكون حاضر إن شاء الله ويمنا تليفونه وعارف الإجابة يا رب إن شاء الله يا رب. طبعا الحين من الكنترول اللي بيتصلون فيه عشان تواصلون معاه، وإن شاء الله الله يكون معنا على الهواء إن شاء الله. والله ودنا. طبعا الاتصال الأول كان التليفون مغلق للأسف، ولا يعني ودنا أنه كان يجاوب على السؤال ويعني يكون من نصيبة أو تكون من نصيبة السيارة. لا إن شاء الله الحين على المتصل الثاني، أنا متفائل خير يرد علينا ويكون حاضر. نفس ما أقول يعني حرام مشارك طول هالفترة، فيا رب يا رب يرد، والأهم أنه يعرف الإجابة، يعرف من الشاعر اللي حطينا الأبيات الشعرية له، يعرف الإجابة ويجاوب معانا ويفوز إن شاء الله بالسيارة إن شاء الله يا رب. نشوف إذا المتصل اللي اتصلنا له رد على التليفون إن شاء الله. أتمنى أتمنى. طبعا أم هلال جاهزة
ام هلال جاهزة؟ حياك ام هلال، شاركينا فرحة الفوز ان شاء الله باول متصل. يا هلا ويا مرحبا. حاسبي عاد حاسبي، حاسبي الغالية اليوم ازرق منور. يا سلام على اللون، يعني ما شاء الله ما شاء الله كل يوم تجينا بلون زاهي، وانتي اكيد تزينينه. عاد هي بعد يا نيلة هي روحها ما شاء الله تطغى حتى على اللي تلبسه ما شاء الله عليها. عاد يعني سمحوا لي يعني. يا سلام، سلام عليكم. نيلة في استقبالك، حياك. هاي جاهزة على استقبلك؟ يا عيوني حياك. يا هلا مرحبا، نورتي المكان اليوم. الله ينور عليكم. بشرينا شلون هناك الغابقة، شلون الطباخ؟ يا شي وشويات اليوم غابقاتنا تحت شي. يا سلام، تصوروا شنو غابقة؟ شنو؟ حوشي. يا سلام، حوشي اكو ينبخ وماميش الا يسوون في الكبد بروحها، والحماس قايم والجدور ذاك الجدر اللي ربى مولا. يا سلام. طبعا طبعا انت جيتي نورتينا وما شاء الله اخيرا المتصل رد على التليفون. المتصل معانا، الو مساء الخير بثينه. شنو اسوي بثينه؟ مساء الخير، هلا عليكم. السلام عليكم، بارك عليك الشهر. علينا وعليك يا رب. ايش كثر صار لك وانت تشاركين في هذه المسابقه؟ بكل امانه ما فهمت سؤال. يعني ايش كثر صار لك تشتركين؟ شاركتي بمره واحده ولا اكثر من مره؟ والله وايد. اي يوم شاركتي؟ من بدايه السؤال، من اول يوم طرحنا السؤال في يوم الجمعه ولا اخر الايام؟ والله ما اتذكر. ما تتذكرين؟ ها ما شفت. اي والله ما اتذكر. يلا ان شاء الله، بس اهم شيء تعرفين الاجابه، طمنيني ان شاء الله. يلا. من قائل الابيات اللي كنا نسالها في سؤال السياره؟ من قائل الابيات يا بثينه؟ يا بي نسيت والله. بثينة لازم تجاوبين السؤال. كم السؤال إذا ما عليك أمل؟ السؤال في أبيات كنا نحطها يوميا. سؤال السيارة، تعرفين من قائل الأبيات؟ عادي تعطيني بس دقيقة على أقل وقت. ما يعني في وقت للأسف. للأسف بثينة، يعني على طول عندنا اتصالات مستمره مع الناس، واتمنى اي احد نتصل عليه ويتم تتم القرعه عليه يكون حاضر الجواب عنده ويكون فاهم ايش راح يقول ويعطينا الاسم على طول ان شاء الله علشان يفوز معنا بالسياره ان شاء الله. طبعا ناخذ اتصال جديد. اكيد اكيد ناخذ اتصال جديد. يعني للاسف بثينه طبعا كان يعني ودنا انك تجاوبين على السؤال، بس للاسف ما كنتي مجهزه الاجابه. مشاهدينا نتمنى ان تكونون مجهزين الاجابه، لان كل اسبوع يوم الجمعه راح نسال هالسؤال على الهواء، تجاوبونه. اذا عرفتوا تجاوبون الاجابه الصحيحه السياره تكون من نصيبكم. طبعاً ما ودنا يعني نيله نعتذر من بثينه، بس نتمنى ان اي احد نفس ما قالت نيله يكون جاهز وحاضر بالاجابه عشان احنا بعد ما نطول عليه ونقول له الكلمه الجميله، مبروك عليك السياره. ولا قولك ام هلال، اكيد يعني احنا في انتظار الشخص اللي الحين بترسي عليه القرعه ان شاء الله. انتوا حق تباديتوا بالاجابه على اسئله السياره. سؤال طبعا. السياره اليوم اليوم لان اليوم السحب على السياره ام هلال، لازم اللي بيتصلون فيه وبيتبادر معنا هذه سؤال السياره. يا عيوني لازم تكونون عارفين الاجابه، من هو الشاعر؟ صحيح، صار لنا اسبوع يا ام هلال الابيات الشعريه موجوده. ويوميا يتم السؤال من هو شاعر هذه الابيات. بس ان شاء الله خير على الاتصال الثاني، ان شاء الله رست القراءه على احد من الارقام، ونفس ما ذكرنا ان نتصل فيه الشخص يكون حاضر وجاهز بالاجابه عشان نقول له شنو يا نيله. مبروك، مبروك عليك السياره. انا بسرعه بقولها. من معانا ان شاء الله بنعرف من الفايز، من سعيد او سعيد الحظ. سعيد الحظ. محمد عبد الله بيكون معانا يا ام هلال ونيله على الهواء. الو مرحبا. الو مرحبا محمد، مساء الخير. مساء النور، شلونك؟ كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر. انت بخير علينا وعليك. يا رب تكون محمد عارف الاجابه وتعرف من هو الشاعر اللي قال الابيات الشعريه. محمد بشر. الشيخ خالد بن محمد. الشيخ خالد بن محمد. فعلا المغفور له الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، جوابك هو الجواب الصحيح. ألف مبروك يا محمد، عليك السيارة، تستاهل. مبروك عليك السيارة محمد، والفائز معنا اليوم أنت بسيارة مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. الحمد لله، الحمد لله تمت على خير وجاوب معنا محمد. مبروك عليك السيارة محمد. الله يبارك فيك، شكرا. تستاهل.
مشاهدينا طبعا راح نطلع معاكم فاصل بسيط، ان شاء الله وراجعين نواصل معاكم برنامج السارية، لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، واسمحوا لي أن أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، كذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير للبرنامج. وأيضا حابين نشكر أهالي عسكر الكرام على كرمهم وعلى ضيافتهم، وقالوا طبعا ما يصير أن أنتم في منطقتنا وعندنا هني وما نطرش لكم شيء، وطبعا ارسلوننا غبقة اليوم بالإضافة إلى هالكيكة الحلوة اللي موجودة هني في السارية. نعم، فشكرا لكم يا هالي عسكر على طيبتكم وعلى كرمكم، وهاي مو غريبة عليكم. تسلمون. نعم، حبايب قلبنا. تسلمون مشاهدينا. أما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات الثاني للأسبوع الثاني إن شاء الله، وشلون هي المشاركة، وراجعين لكم بإذن الله. Yeah.
للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مثل ما شفتوا مشاهدينا، الفيديو اللي نعرض لكم اليوم هو راح يكون سؤال مسابقة السيارة للأسبوع القادم يوم الجمعة. سؤالنا لكم: متى أقيمت هذه الاحتفالية وشنو كانت المناسبة؟ إن شاء الله تكونون جاهزين لما نتصل فيكم. أما الحين حابين نذكر الفائزين في المسابقة أن استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي. طبعا عندهم بيانات الفائزين، بيتواصلون معاكم لتسليم الجوائز بإذن الله. طبعا أكيد نرجع مهلال ونيلة إلى أجواء المسابقة وناخذ معنا أول اتصال وأول مشترك إن شاء الله. يقول ألو، مساء الخير عبد العزيز. هلا يا مرحبا. مرحبا فيك يا الغالي، شلونك؟ الله يسلمك ويعافيك. بارك عليك الشير عبد العزيز. بارك عليكم جميعا ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله، جاهز لك مسابقه نيلة وام هلال. تسلم، حياك الله. تسلم عبد العزيز. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. دام جاهز طبعا كالمعتاد، وين تروح؟ امين دام انك جاهز عند ام هلال الغاليه. يا عبد العزيز، ام هلال ما لنا استغنى عنها، الله يحفظها. الله يسلمك. ان شاء الله انت جاهز، نشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله. شوف الديره يا عبد العزيز، مثل ما قالت ام هلال وين ترسيك، وقول يا رب تجيك الساريه، ما ترى يمكن تحصل 500. ان شاء الله. قول يا رب عبد العزيز. يا رب يا رب ما اطلع. تعرف وين ما اطلع؟ ما اطلع يعني شرق. يا سلام عليك، على قولتنا إلى مو هذا هو السؤال. سؤالك بيكون إن شاء الله عبد العزيز في تاريخ البحرين. نسأل السؤال. سؤالك عبد العزيز يقول: في أي عام تولى الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح حكم البحرين؟ بيكون عندك 3 اختيارات: سنة 1794 أو سنة 1795 أو سنة 1796. 30 ثانية راح تبتدي معاك يا عبد العزيز. في أي سنة تولى الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح حكم البحرين؟ هل 1795؟ مهلال قالها؟ قال؟ إيه نعم. قلت 75 عبد العزيز؟ 95 قلت؟ إيه قالها، سمعت 95. ثبت 1795. مبروك عليك عبد العزيز، 100 دينار مقدمة من شركة باتلكو. أكيد بنواصل مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله أم هلال. إن شاء الله. عند أم هلال. يا عبد العزيز جاهز حق السؤال؟ إن شاء الله. السؤال يقول: طبعاً آل خليفة بنوا قلاع كثيرة أثناء حكمهم في الزبارة، ومنها قلعة الزبارة. في أي سنة احكموا آل خليفة الزبارة؟ في خيارات 1760 ولا 1765 ولا 1770. ها والله المتبادي هو زين. تبادي يعني واضحة. 1760 وانت صح، وصار لك 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو. ما سمعنا ثبت اليوم. ثبت يا سلام. عبد العزيز، عبد العزيز ان شاء الله بتواصل معنا للخمسمية ولا بتكتفي بالثلاثمية وبتنسحب؟ والله بتواصل. والله انا شو اقول لك، لان السؤال الثالث شوية قليل، في كل 20 ثانية. بس خلي واصل، أحس بالسعدين. أنت فيك الخير والبركة، يتروا لي. لا خلاص، أنتوا بعد بركة. الله يخليك. إن شاء الله إن شاء الله. سؤالك هداية الله. خلاص
بتواصل؟ تواصل؟ لا خلاص، لا لا خلاص. إن شاء الله. سؤالك الثالث يقول. لا لا ما بواصل. ما بتواصل. ما بتواصل. عقب كل هالحماس اللي عطيناك. أنا قاعد أقول لك واصل بشرب الخير. عبد العزيز. عزيز. الطمع شين ما تبي تواصل؟ عيال راعي النصيف السالم. براحتك يا عبد العزيز مثل ما تقول. براحتك يا يبا. عليك بالعافية 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو. تخيلوا هذه أول مرة احنا نقعد نصمم على المتصل. تم شكلهم صار ما عندهم ثقة فينا. جزاكم الله. صدق خافوا خافوا ويرجعون حق المية. لا لا ان شاء الله ما حد خسر. ان شاء الله ان شاء الله انت معاهم واحنا معاهم ان شاء الله. ناخذ متصل جديد. الو عندنا متصل جديد ان شاء الله. يا رب ان شاء يعني الله. ودي ان الناس يقوون قلبهم. الو مساء الخير سالم. اي نعم. نعم الله عليك. شلونك؟ مبارك عليك الشهر. منو عليك. الله يسلمك سالم. جاهز ان شاء الله حق المسابقه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دامك جاهز نقول حق ام هلال. يلا يا سالم ما دام انك جاهز نشوف الديره يما وين بترسيك. ان شاء الله. ان شاء الله. وين الديرة؟ وين الديرة راح ترسيك؟ قطب سالم. نعم سالم معنا. سالم معنا. بتسأله ولا أسأله؟ سألي. أسأله أنا سالم. إن شاء الله أسئلتك راح تكون في العيون الطبيعية. ويانا أنت؟ وياكم. زين خلينا نشوف هالفيلم قبل ما نسألك السؤال إن شاء الله وراجعين لك. الحنينية هي عين ماء ووادي يقع في الرفاعين من جهة الرفاع الشرقي، ومن الجهة الأخرى تقع منطقة الرفاع الغربي، وتعتبر عين الحنينية إحدى أشهر عيون الماء في البحرين، فهي تأتي بعد عين عذاري وقصاري من حيث الشهرة، وإحدى ثلاث عيون مشهورة في تلك الناحية، وهي عين أم غويفة وعين العتيقة. وكان ماؤها ماء الحنينية عذبا، بحيث يضرب فيه المثل لشدة عذوبته في البحرين، فيقال كأنه ماء حنيني، ويمكن القول بأن ماءها من أعذب مياه البحرين. يقال بأن عين الحنينية تم حفرها بين عامي 1795 و 1821 للميلاد، حيث كانت مصدر رزق للكثير من الناس، إذ كانوا يقومون بنقل المياه من الرفاع إلى المنامة على ظهر الحمير لبيعه هناك وتوصيله للمنازل والمقاهي الموجودة في ذلك الوقت. وكانت تتراوح رحلة نقله من الرفاع إلى المنامة بين ساعتين إلى ثلاث ساعات. هذا وقد عرفت البحرين بوجود عدد من عيون الماء الطبيعية البرية والبحرية، حيث ارتبط ازدهارها الحضاري بمياهها العذبة، بالإضافة إلى أنها كانت سبباً رئيسياً لاستقرار السكان الأوائل فيها، حيث تم الاعتماد عليها لتلبية الاحتياجات المائية واستخدامات الماء حتى فترة اكتشاف النفط. سالم شفت الفيديو معانا ان شاء الله؟ نعم. ما يعني ما ياتك ذكريات كذي على المكان؟ ما عرفت المكان ذي وين مثلا؟ في الرفاع. في الرفاع. يا سلام شكلك بتكون جاهز حق السؤال ان شاء الله. يقول لك سالم هذه اللي شفناها طبعا اشهر واعذب عين في البحرين. ما اعتقد ام هلال انه في بحريني ما سمع عنها او شرب منها صح؟ اي لا ما في. تمام. سؤالك يا عبد العزيز يا سالم عفوا، ماذا تعني كلمة حنيني؟ حنيني. الخيارات اللي معاك، هل هي أكلة حلوة يسوونها من التمر،
أو من لحنيني أو اسم نبات بري، شو تقول؟ مبينة من اسمها. من اسمها صح؟ حلو يعني شيء شيء فيها شيء حلو. مبين من اسمها حلوة. يعني الخيارات هي أكلة حلوة. أكلة حلوة. أثبت سالم. ثبت. ثبت. يا أم هلال قال ثبت معناته ثبت. ثبت. مبروك عليك، بتكمل معانا؟ إن شاء الله. بيكمل معانا 100 دينار وصارت من نصيبك. سؤال بيكون الحين عند أم هلال إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إنزين. السؤال يقول يا سالم إن يعني إحنا الشواشب عندنا مشهورة في البحرين، وشرحنا لكم إيش معنات الشواشب، وهو نبع حلو في وسط البحر. إنزين. احنا اللي نبقيه في شوشب موجود في منطقة من مناطق البحرين اسمه أم السوالي. شوشب في وسط البحر، هل هو يقع شمال سماهيج أو يقع القرب من البديع أو يقع في شرق الحد؟ ما شاء الله خيارات. سالم ها وين يقع؟ ها يا سالم قال وين؟ قال سالم قال جاوب سمعته قال شرق الحد. شرق الحد وانت صح، ولك 300 دينار. ثبت. 300 دينار من بتلكو طبعا. مبروك عليك يا سالم. سالم يا هلا مرحبا. مواصل ان شاء الله لل 500 ولا؟ والله ما يندر، والله عشان تساعدونا ان شاء الله. والله ايش رايك يعني احنا المشكله سؤال ال 500 ما يعطونا الجواب، يعني اذا نعرفه ودنا نساعدك بس ما في اختيارات. سؤال ال 520 ثانيه بس نكتفي ان شاء الله بالسلام. بتكتفي بتنسحب بس ل 300؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله عليك بألف عافيه. 300 دينار المقدمه من شركه بتلكو يا سالم. ما تشوفون اليوم ما في مجازفات وايد؟ الناس ما قاعد تروح 50 بس فعلا يعني ليلى انت ما ذكرتي خصوصا السؤال الثالث. نحاول كذي ان احنا لو عرفنا السؤال وشنو جوابه نجاوب. اي هذا هو. مرحبا فيك عند ام هلال. اي طبعا يا سلام. طبعا القهوه يا الغاليه. سلم. بيكون عندنا المفروض ان شاء الله اتصال بعد مع متصل معنا فاضل. الو مساء الخير. سلام. يا فاضل اهلا وسهلا حبيبي. هلا وغلا، شلونك؟ الله يخليك. بارك عليك الشهر. عليك وعلى شلونك كذي مع تغيير المكان مبتين. اليوم الحمد لله تمام. الله يخليك ان شاء الله. الله يخلي شلونك. جاهز حق المسابقه؟ اي نعم. لا دام جاهز يعني تعرف وين تروح. نشوف تروح عند وين. ها ما ادري وين. عند الغالي ام هلال. لا عشان الديره الغالي ام الوبخيل. يا هلا حياك الله. الله يخليك. ما دام انك جاهز للسؤال نشوف الديره وين بترسيك يا يمه. يلا الله يخليش. وين بترسي؟ حطه. يا سلام. لا لا اليوم المبلغ غير. اليوم ألف دينار. صحيح. مبروك على النبي محمد. تستاهل يا يبا تستاهل. يا سلام ما شاء الله صلات على النبي محمد. هذه السارية طبعا اليوم السارية مو 500، اليوم السارية 1000 دينار. هي السارية اليوم في الرفاع غير. اليوم السارية بيت لك 1000 دينار. مبروك عليك الألف. يا سلام. مقدمة طبعا من شركة احنا اليوم تفاجأنا وايد. تفاجأنا تراك تعرفين تستاهل. أم هلال زي ما صبيت القهوة على روحي. هي من الخرعة. تستاهل يا سالم. سالم يا سالم يا سالم. مبروك عليك. استاهل. مبروك عليك. طبعا هذه ساريتنا يعني فيها خير. اي والله تبث خيرات. فيها خير. طبعا فاضل خذ الألف دينار اليوم معانا، وهذه بداية الغيث. فاضل اللي فاز اليوم. هذه بداية الغيث ولا؟ يعني تهاجين اليوم. في بعد 1000 ثانية يفطر هيك؟ في إن شاء الله. إن شاء الله في. ثبت. ثبت. نروح العريش يا نيلة وأم هلال، وبإذن الله راجعين لكم مع أجواء المسابقات. إن شاء الله. Thank you.
شاء الله اليوم النتشاب من وقت ها؟ والله بدأوا ينتبون الغبقة نتشاب زين إن شاء الله جاهزة يوم هلال إن شاء الله حق الغبقة الليلة بإذن الله بإذن الله لكم مشاهدينا نطلع فاصل بسيط إن شاء الله وراجعين نتواصل مع برنامج السارية لا تروحون بعيد للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق رجعنا لكم مشاهدينا أكيد في برنامج السارية متواصلين معاكم في مسابقاتنا الجميلة على الموروث الشعبي وكل ما يخص مملكتنا الحبيبة والجميلة البحرين بس سمحي لي أم هلال ونيلة أرجع أشكر مجددا أهالي عسكر حبايب قلبنا الغالين على هالكيكة الجميلة اللي وصلتنا للستوديو وأكيد مطرشين لنا ضيافة رائعة وما يطلع منهم إلا كل الزين وكل الكرم وطبعا نشكر مجددا مطعم دعوس المستمر معنا ليليا إن شاء الله بالأشياء الجميلة والطبخات والأكلات الشعبية وأيضا الضيافة الشعبية الحلوة اللي أم هلال ما شاء الله دائما صارت معهم في العريش وما نشوفها لها حبيبك هذي شوية يأخذون قلبك أودم معهم صراحة يعني أودم يا سلام عليهم أتحلى عليهم يذكروني بالأيام القديمة وبالطبخ القديم والأول يا سلام يا سلام عليك يا أم هلال شو رأيك هالمرة أنت تقولين ألو 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 أهلا هلا يا حصة شلونك؟ هلا فيك شهر عليك مبارك الله بخير يتبارك علينا وعليك الله يسلمك يا حبيبتي يسلمك وخليك جاهزة حق الديرة أول شيء قولي لها وي ها جاهزة؟ جاهزة؟ إيه جاهزة ها نشوف الديرة وين بترسيك شوف الديرة يا حصة وين بترسيك نسيت الديرة يا أم هلال نسيت الديرة قولي لها يا الله السارية يا الله بالسارية يا الله أم هلال إن شاء الله مطلع أم هلال مطلع وين مطلع؟ أي اتجاه مطلع؟ شرق نعم شرق يا سلام عليك نبتدي سؤال في الرياضة أتمنى إن شاء الله تعرفينا في خيارات السؤال يقول ما الاسم القديم لفريق المنامة لكرة القدم؟ هل هو الخيارات التاج؟ ولا الوحدة ولا الهلال هل هو التاج سلام الوحدة هل هو التاج ولا الوحدة ولا الهلال الوحدة ها حصة ركزي ويا أم هلال يا حصة ركزي معاي هل هو التاج ولا الوحدة ولا الهلال ها حصة وايد واضحة هل هي التاج هل هو التاج ولا الوحدة ولا الهلال ها حصة قولي التاج التاج يا يما ركزوا معنا الله يسلمكم ان شاء الله 100 دينار مقدمة لك من شركة بتلكو حصة حصة معاي والله اذا بتوصلين هاللون حصة ما بنوصل ل 300 اختي ركزي معنا شوي يعني ام هلال تركز لك التاج يلا ان شاء الله باذن الله السؤال الثاني تكسبين معنا 300 ان شاء الله سؤالك الثاني يا حصه بعد عن الرياضه ها سؤالك الثاني يقول شنو الاسم القديم لفريق البحرين لكره القدم عنده ثلاث خيارات هل النهضه الوثبه او الفاتح ثلاث خيارات النهضة أو الوثبة أو النهضة حصة النهضة أثبت النهضة
أثبت حصة. سمعي كلام أبوك. انثبت. سمعي كلام أبوك الوقت. يلا يما الوقت. ثبت. هاي بالوقت بسرعة. النهضة. حصة بثبتلك أنا على. أوكي. على وين؟ النهضة. على النهضة. لا. مقدمة طبعاً 300 دينار من شركة بتلكو لك حصة. أنا بديت أخاف صراحة. حصة واللي سلمت يا تركزين، ترى إحنا ما نسمع إلا ضحكتك، الله يدومها إن شاء الله. بس واللي سلمت يا تركزين معانا، لأن سؤال الخمسمية فقط في 20 ثانية. نواصل؟ لا لا حصة، إذا هذه طريقتك يعني أنا أنصحك خذ 300 وتوكلي على الله. ناخذ 300 لأن ما تركزين يما معانا الله يسلمك. يا تركزين، أنا أدري إن أبوك قاعد يساعدك الله يحفظه لك. يا تركزين ويركز ويانا، لأن عندنا فقط 20 ثانية. يا تنسحبين سلمين على 300. شنو ما سمعتك؟ نرسي على 300 وبتنسحبين حصة. إلا إذا أبوها عنده معلومات في الرياضة يعني. حصة واللي سلمت ركزي معانا، بتواصلين ولا بتنسحبين؟ لا بنسحب. بتنسحبين عيل. عليك بالعافية 300 دينار المقدمة من شركة بتلكو يا حصة. مبروك الناس عليك اليوم حصة. ما تبي تواصل. مبروك عليك. وخايفة وأشوفهم مدودهين مو مركزين أبدا. ناخذ اتصال جديد باسم عبد الرحمن المحميد، لكن أمه إن شاء الله راح تتكلم. يا هلا ومرحبا عبد الرحمن. هلا مرحبا. مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر. علينا وعليكم ان شاء الله. شلونكم انتم؟ شو اخباركم؟ احنا بخير دامك بخير. نورين نورين. النور نورك حبيبتي، ما تقصرين. عبد الرحمن جاهزه حق المسابقه؟ سلمون عليك ام هلال. يا هل عيني، حياكم الله ابوي. شو اخبارك؟ منوره ام هلال. الله يسلمكم، النور نوركم ويستنور قلبنا لان انتم جاوبتوا واخذتوا الجوائز. يلا دام سولفت يلا بالساريه عيال. انزين جاهزه؟ إجازة. يلا نشوف الديرة وين بترسيج. يلا مع عبد الرحمن نشوف الديرة وين بترسيج. يلا 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 سارية يا عبد الرحمن. يلا 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 سارية ما شاء الله. يا سلام تستاهلين. ألف مبروك يا عبد الرحمن، 500 دينار السارية اليوم طلعت. 1500 دينار. 1500 من السارية. مبروك عليكم عبد الرحمن. الله تستاهلين كل خير. لا سؤال ولا شيء، ياتك الجائزة حلوة من السارية. تستاهلين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يفرحون الناس ما شاء الله عليهم. وحلوة لما تطلع السارية، حتى الواحد لما يشارك أم هلال في المسابقة بعد يكسب معلومات ويدردش معنا ونساعد. هي نظرة عين منك، هي نظرة صوت يشهد كلام. إلا مو شيء. كلهم صاروا ينتظرونك يشوفون. أنت شو تقولين لهم؟ يواصلون يوقفون؟ إي بس عاد أنا اللي أبي يأخذون بالهم لما أركز لهم على السؤال الجواب هني، هذا اللي أنا أبي يفهمون طريقتي. يا سلام. طبعا ناخذ اتصال جديد، ايش رايكم نواصل؟ أكيد. ناخذ اتصال الحين جديد، ايش رايك؟ ناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير. الو انقطع الاتصال. الو مرحبا، معانا انتوا على الهواء. الو انقطع الاتصال. انقطع الخط ان شاء الله. ان شاء الله نرجع نتواصل وياهم ان شاء الله يا رب. ايش رايك نروح نشوف النجاب في العريش؟ والله انا انتظر هذه اللحظه، انا احب اشوف اللقطات من العريش. معناته نروح للعريش. يلا مشاهدينا نروح للعريش. Thank you.
مشاهدينا متواصلين معاكم في برنامج السارية ومسابقاتنا على الموروث الشعبي. عندنا اتصال جديد. مساء الخير، معانا نايا بس بيتكلم أبوها أتوقع، نايا المناعي. ألو، مساء الخير أبو نايا. مساكم الله بالخير وسرور. يا مرحبا، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم أجمعين، الله يسلمك. إن شاء الله تكون جاهز حق المسابقة. والله إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دامك جاهز نقول حق أم هلال فري لنا الديرة. دام إنك جاهز نشوف الديرة وين بترسيك. قول يا رب بالسارية يا بنايا. حياكم في الساري. يلا يلا بالسارية يا بنايا. يلا بالسارية. مطلع، وين المطلع يا بنايا؟ بنايا سمي، سم الله عدوك. وين مطلع؟ أي اتجاه؟ أشوف مرة مطلع. خلوا مهلال تختار لي. مهلال تختار لك. أنا أسألك عن الاتجاهات. الاتجاه الله يسلمك. مطلع هي الشرق، مكان اللي تشرق الشمس. سؤالك إن شاء الله راح يكون عن الخيل. طبعا في عام 2014 سلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة اسطبلات بولندا حصان عربي أصيل هدية منه لدعم جهود بولندا في الحفاظ على سلالة الخيول العربية الأصيلة. سؤالك يقول ما اسم هذا الحصان اللي سلمه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة لإسطبلات بولندا؟ أعطيك خيارات؟ إيه نعم تفضلي. الأولى كحيلان عافص، كحيلة العاديات، ولا كحيلة أم زرير؟ يلا يا بناية. لمحولة لمحولة أم هلال. يلا عاد ويانا. أنا أقول لك تبادى بالخير. ها كحيلان عافص. كحيلان عافص، خل أثبت لك إياها. ثبتوا ثبت. مبروك 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. طبعا هذه الأسماء معروفة عند المهتمين بالخيل، وإن شاء الله في مناسبات أخرى راح نشرح لكم عنها أكثر. بناية أكيد بتكمل معانا إن شاء الله لأن ما في خسارة. اي نعم تفضل. كمل مع بعض سؤالك الثاني بناية بعد إن شاء الله بيكون عن الخيل. تفضل. يقول لك البولنديين تعرفوا على الحصان العربي واهتموا فيه وحافظوا على نقاوة سلالته، وملك بولندا أرسل عدد من المستشارين للبحرين لإثراء اسطبلاته بالخيول الأصيلة. سؤال يقول في عهد أي حاكم من حكام البحرين حدث هذا الأمر؟ في عهد الشيخ عيسى بن علي، أو في عهد الشيخ حمد بن عيسى، أو في عهد الشيخ سلمان بن حمد؟ عندك ثلاث اختيارات وبيبتدي معاك الوقت 30 ثانية يا بناية. شيخ حمد بن عيسى. اي شيخ عيسى بن علي، ولا شيخ حمد بن عيسى، ولا شيخ سلمان بن حمد؟ ها بناية شون على الخيار الأولي؟ الخيار عيسى بن علي. نثبت عليه. ثبت 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 لك عليه. فعلا 300 دينار فز فيها من شركة بتلكو بناية. مبروك عليك وعلى ناية. تستاهل. بتواصل ولا كنا شوي بدأت صعب الأسئلة؟ ها شو تقول؟ ها بناية أسألك أنا. هلا. أقول لك السؤال الثالث للأسف ما عندنا في خيارات و20 ثانية وللأسف ما عندنا مساعدات. ثابتي على 300. بنرسي على 300؟ اي اي عليك بالعافية 300 دينار يا بناية المقدمة من شركة بتلكو. تستاهل. طبعا الإجابة كانت المفروض تكون الشيخ حمد بن عيسى، بس احنا راح نثبت لك الإجابة ولا تحاتي بناية. 300 بتاخذها إن شاء الله على خير. إن شاء الله. طبعا احنا كان سؤالنا عن أي في عهد أي حاكم من حكام البحرين صار موضوع المحافظة على نقاوة سلالة الخيول الأصلية في البحرين، ومن هم المستشارين اللي جاوا البحرين علشان يثرون اسطبلاتهم من بولندا بالخيول الأصيلة. تمام؟ والثلاثمية وصلت لك لا تحاتي. مبروك عليك. مشاهدينا بنروح إن شاء الله نتابع هالفيديو عن الخيل وراجعين لكم، لا تروحون بعيد. تابعوا
تعد مملكة البحرين إحدى المناطق الغنية بالخيول العربية الأصيلة، حيث ارتبط اسم الخيل العربية الأصيلة بهذه المنطقة منذ القدم. فقد أولت الأسرة الحاكمة في مملكة البحرين اهتماماً خاصاً بالخيل العربية الأصيلة، وذلك بالحفاظ على سلالتها ونقاوتها، والتي حظيت بالعناية الفائقة، حيث سميت خيل البحرين بخيل الجوع تشبيهاً لها باللؤلؤة التي هي من قاع البحر. وتعتبر الجياد العربية الأصيلة رمزاً للقوة والمنعة في التاريخ البحريني. وتذكر روايات المختصين بالسلالة العربية أن البولنديين تعرفوا على الخيل العربية منذ القدم بفضل علاقاتهم التجارية مع الشرق العربي، حيث امتلكوا بعض الأفراس العربية. وعندما قرأ البولنديون عن البحرين وما تمتلكه من خيول عربية أصيلة، أرسل ملك بولندا مستشاريه لشراء أفضل السلالات الموجودة في البحرين، ما يؤكد على قوة الخيل البحرينية ونقاوة سلالاتها. فلطالما كان حكام البحرين منذ القدم يقدمون الخيل البحرينية كهدايا، ما يدل أيضا على أنها إرث ثمين لمملكة البحرين ولحكامها. فقد أهدى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، أهدى الحكومة البولندية عام 1931 للميلاد الخيل التي تسمى كحيلان عافص، والتي كانت رمزا للخيل البحرينية، حيث أطلق عليها أسطورة البحرين، وهي التي أنتجت أكثر من 840 رأسا من الخيول العربية الأصيلة. تواصلين معاكم أكيد مشاهدينا في برنامج المسابقات السارية، والأجواء جدا جميلة عندنا نايلة من مهلال، وأيضا كنا في العريش وشفنا هاللقطات الحلوة حق طباخ غبقتنا اليوم. لكن أكيد بنتواصل مع الناس وبناخذ متسابق جديد معاي. عبد الله مساء الخير. عبد الله مساء الخير. يا هلا فيك، كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر. انت بخير، صحة سلامة. عبد الله إن شاء الله تكون كذي جاهز مع المسابقة اليوم. جاهزين حبيبي، الديرة بتكون جاهزة معاك، بس قول يا رب إن شاء الله ما تدري يمكن تطلع لك بعد من غير أسئلة تطلع لك السارية إن شاء الله. أنا بسمع منك يا رب. إن شاء الله يا رب. من قلب قاعد قولها؟ هي من قلب، لأن صاحبي داعي علي الحين يقول إن شاء الله تطلع لك الديرة وبقاسم فيها. الله لا يقول، وإن شاء الله أنا أقول يا رب تطلع لك السارية بإذن الله. إن شاء الله يلا نشوف إن شاء الله إيش بيصير. الديرة بتكون مع مهلال، نشوف الديرة ومتكرسيك، نتوكل على الله. مهلا ما يندرى ما طلع شارق، وين وين الديره راح ترسيك؟ يلا 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 يا رب يا رب يا رب. لا يا سلام لا.
جمع 100 دينار مبروك عليك. اليوم ارقام جديده مشاهدينا. لحظه بس، وين صديقك اللي داعي عليك؟ قول له طلعت لي الساريه ب 700 دينار. الحمد لله. قاعد ينطرني في البيت حسن الماجد، قاعد ينطرني في البيت. الله يخليك، مبروك عليك ال 700 من شركه بيت الكل الاتصالات. مبروك عليك. طبعا مشاهدينا حابين نرجع نذكركم بسؤال المسابقه للسيارات، فخلونا نشوف الفيديو وراجعين معاكم باذن الله. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا مثل ما شفتوا هذه الفيديو، حابين ان احنا نعرف متى اقيمت هذه الاحتفالية، في اي عام وما هي المناسبة. طبعا هذه السؤال راح يكون متواصل معاكم الى يوم الجمعة حتى السحب على السيارة الثانية. اليوم ما شاء الله كان عندنا السحب على السيارة الاولى وطلعت لنا السارية ثلاث مرات، مرة بألف ومرة بسبعمية ومرة بخمسمية. صحيح، يعني حتى الارقام ما شاء الله جدا غير مهلال. ثلاث مرات اليوم السارية تبارك الله طلعت، والارقام حلوة. ما شاء الله في شخص حصل 1500 و700، وغير اللي فازوا معنا في المسابقة ثلاث مرات 300. ما شاء الله ما شاء، حفظت ام هلال؟ اي ركزوا وياهم. ان شاء الله عليك. كفو عليك والله يا ام هلال. طبعا اكيد ارجع اكرر شكري لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الداعم الاول لهذا البرنامج، اكيد لجنة رياضات الموروث الشعبي، واكيد طبعا شركة بتلكو على الجوائز النقدية الجميلة. واذكر ان السيارات المقدمة اكيد طبعا من لجنة رياضات الموروث الشعبي، راحت منهم اليوم سيارة، وإن شاء الله عندنا اليوم الجاية سيارة جديدة إن شاء الله. طبعا ما شاء الله كنا الغبقة وصلت. إيه الغبقة وصلت ما شاء الله، ريحتها كذياتني. يا سلام على الغبقة، علي ما توصل المكان اللي إحنا إن شاء الله بنقعد اليوم. اليوم مكاننا جديد بيكون. إيه إيه أكيد. ما شاء الله ما شاء الله على الموقع. اي بس اليوم ما قاعد شمين الريحه من اول ما يبوها مشوفها. لا شغل عدل تبارك الله. اليوم نشكر مطعم داعوس طبعا على الطبخ الحلو. ارجع اكرر شكري طبعا ام هلال حق اهلنا وحبايبنا اهل عسكر اللي ما قصروا اي على هالكيكه الحلوه، ومطرشين لنا بعد ضيافه جدا جميله ما قصروا صراحه.
اكيد طبعا العسكر الله نشكرهم طبعا اليوم بعد ضروري ابي تشكرين اللي لابس من عندهم ما شاء الله يا سلام طول الاسبوع اليوم ثامن جلابيات الشيخة يا سلام تحكي على سلوى بخيت ام هلول يا سلام جلابيات الشيخة ما شاء الله عليك تحكي على سلوى بخيت اي والله زينينهم ما يزينونك يا ام هلول يا الغالية زينة بعد انت ما شاء الله عليك اليوم انا بعد اليوم من عند محمد صالح الزري والله يا سلام بعد ختامها عندي انا بعد قصر الوجاهة اكيد يعني اشكرهم جزيل الشكر يعني الحمد لله مهتمين في طلاتنا كل يوم على الناس اي والله غبقه وصلت صار الوقت ان نودع مشاهدينا نقول لكم تصبحون على خير نشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 10:30 بتوقيت مملكه البحرين في برنامج الساريه ومسابقتنا الجميله عن الموروث الشعبي مع السلامه مع السلامه مع السلامه